وهلأ شو؟ يعني كأنه القصة أخذت حدها؟ معقولة نخسر بعض كرمال قصة تافهة؟ طيب أنا رح أقلك شو حيصير من يوم ورايح. أنا رح أحط سكينة بجيبتي وأخو شليتي يطلع فيكي، رح أدحو سكينة بنص عينه، وقتها شو بيصير؟ الجمهور بالسينما هو عم يحضر هالفيلم بيصفر وبيزقف وبيطير عقله، منيح هيك؟ ليش عم تتفه الموضوع؟ بعدين أنا ماني سخيفة لهالدرجة. لا مانك سخيفة، لا لا لا، القصة ما أنا سخيفة، لا، بس القصة صارت بشعة. يا بني آدم، أنت صورتك اهتزت قدامي. أنا بدي رجال يحميني. رجال يحميكي؟ ما عم بفهم عليكي. من شو بدي أحميكي؟ آه إيه إيه، خلص أنا من بكرة رح ألعب حديد وربي عضلات وصير مثل سيلفستر ستالون مشان أحميكي وتحسي بالأمان، أوكي؟ لا مو هيك، أنا ما قصدت هيك. لك يا هيلين يا حبيبتي، لك أنا وقت بحترمك وبعاملك كأنثى وعاطيكي كل حريتك واستقلاليتك ما بكون عم بحميكي؟ وقت بعد ساعتين من المشكلة وأنا لحد هلأ ولا اليوم ولا بكرة رح أسألك إنه هذا السخيف كيف حكى معك بهي الطريقة؟ هيلينو، أنا وقتها ما بكون عم بحميكي؟ آه؟ أحكي. هلأ اتنيناتنا منعرف إنه أنت بتعرف تحكي أحسن مني، بس أنا ما بعرف، أنا حسيت إنه أنت نزلت من عيني اليوم. نزلت من عيني؟ مثل ما بدك، ما عاد في حكي أحكي عن إذنك.